السلام عليكم متابعي الكرام، كما عودتكم فيديو جديد افكار جديده. هذا الفيديو فيه تشكيله نجلالب متنوعين في الخدمه بحال كي تشوفوا هذه فيها الطرز الرباطي وطراس العقد مسلوق، هذه عندنا بالعقيق عقيدات جلابه مع قميصها. كما كتعرفوا جلابه مخزنيه راه دارجه على الموضه، افتحات في الجناب والهبطه راه فيها حسيكات دوك القواس نسميهم القواس بالبرشمان. عندنا منها موديل اخر نفس الخدمه، هذه فيها عقيده نسطوق وافتحات في الجناب، وكاين تدارج الالوان خدام، كاين بزاف تنخلطوا لون مع لون وكيعطينا تبارك الله. شوفوا هذا مع داك لورونج كيجا مع اللون تاع الجلابه ولا فليو جوزال. عندنا هذه القطعه حتى هي بقلبيه، بالرنده، هذه قلبيه حصيره ودايره بالطرز. دوك العقيدات اللي فيها راه ماشي عقاد نتا اللي كنخدموا، العقاد هادو العقاد كتخدمهم الشباكه، شفتوا مخدومين بالشبكه مخدومين بالرنده. وعندنا هذه القطعه حتى هي بالرنده قلبيه بالاشكال الهندسيه، هاد الاشكال الهندسيه كاين هكا في الرنده وكاين حتى في الطرز ديال الكمبيوتر دارجين. كما كتعرفوا البنات كاينين الكمام، بدينا ترجعوا لكم عريض تاع الجلابه، المخزاني موجود كاين، وحتى الواقف الايفازي بحال هذه دابا هي واقفه ضغوات، ايفازي ما بقاش بزاف ولا الجلابه ضغوات، وفتحات في الجناب كما كتشوفوا افتحي راه ولاو خدامين في الجناب بزاف. الجلابه دروات جليل ما بقاوش عرض بزاف، وما بقاش داك الضيق، الجلابه تكون واقفه على المراه تكون شويه دابا شويه مريحه في العرض. انتم كما كتشوفوا بحال هذا الموديل، هذا فيه البرشمان دوك شميعات في الطوق صدر، وفيها الزواقين بالقواس، كلها هي غاديه بالقواس، هي راه برشمان. هذا لورونج خدمناه بالصابلي جا غزال. نتمنى هاد التشكيله تعجبكم البنات وتفيدكم وتستافدوا بها، تاخذوا فكره على اللي دارج في الموضه الجديد، خاصه رمضان الشهر الكريم ان شاء الله، الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه. على الابواب اللي بتخيط شي جلابه تاخذوا فكره، واللي محتاجه شي استشاره مرحبا بكم. نتمنى الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش في الاشتراكات ديالكم، الدعم ديالكم بالاشتراك وباللايك، بكم تنزيدوا القدام، وبكم بدعمكم تنحاول نجيب احسن مكاين ونحاول نوصلكم نتواصل معكم باكبر عدد من الفيديوهات. نتمنى الفيديو مره اخرى يعجبكم، ونضربوا لقاء ان شاء الله في الاسبوع المقبل ان شاء الله. السلام عليكم.
احنا العرب، احنا مهد الديانات ورسالات السماء، احنا العرب التاريخ والمستقبل، احنا الثقافة والحضارة، احنا بيت الشعر والقصر. عن عيون الناس ودي يمنعك، حتى صوتك بس انا اللي يسمعك.